رجعنا من جديد في فير بلاي، نحكيو على قضية اللاعب وسام رميك اللي تم الإفراج عليه اليوم أمس. باش ناخذوا أكثر تفاصيل على الإفراج هذا، شنو هي الكواليس اللي صارت، شنو مازال في القضية من عند الأستاذ كمال بن خليل، واحد من فريق الدفاع اللي تكون الدفاع عن اللاعب أسامة رميك لاعب النادي الإفريقي في كرة اليد. أستاذ أهلا بك. أهلا وسهلا سلام، مرحبا بيك وبالسادة المستمعين. شنو أحوالك، شنو الأمور؟ الحمد لله لاباس، ربي يبارك لك. الحمد لله. باهي استاذ، شنو نجمو نعرفوا البارح كيفاش تم الافراج على اللاعب اسامه رميكي لاعب النادي الافريقي لكره اليد واللاعب الدولي في الاصناف الشابه لكل المنتخبات الوطنيه في كره اليد؟ هو نعرفوا الكل انه بعد الطور التحقيقي الملف وقع تجنيحه من قبل السيد قاضي التحقيق، يعني اعتبر انه الامر جنحه بعد جمله من الاستقراءات والابحاث. تبين القاضي التحقيق الصدق نتاع المناوب نتاعنا في انه وقت اللي صارت الحادثه الطرف المقابل ما كانش يحمل ما يفيد انه عون امن، يعني هذا تمسكنا به من النهار الاولاني وكنا طالبنا بشده بالادلاء بكاميرات المراقبه نتاع المكان ذاك اللي هو قدام اداره شرطه المرور، فمعناتها كان الجواب من الاداره انه يتعذر عليهم الادلاء بالمحتوى نتاع كاميرات المراقبة، وهذا احنا توقعناه كلسان دفاع، فقاضي التحقيق اعتبر انه تهرب الادارة من الادلاء بكاميرات المراقبة دليل على انه العون بالفعل ما كانش يرتدي زي النظامي اللي يميزه على غيره. دونك ظرف التجديد هذايا المتعلق بصفته كعون امن طاح، ثم انه دون الدخول في تفاصيل اخرى يعني بينا ثم نقاط اخرى كانت الدين اللاعب، بينا انه مش موجودة كفريق دفاع، وقع تجنيح الفعل البارح معناتها القائم بالحق الشخصي عون الامن هذايا اللي باقي متمسك بالتتبع معناتها ومصر على التتبع نوب محامي نتاعو وطلب التاخير المحامي نتاعو للقيام باجراء الدعوه المدنيه. طلبنا نحن فريق الدفاع اللي كان حاضر مطلب افراج، الافراج على رميكي من سجن قافو باعتبار توفر كل ظروف الافراج من نقاوة سوابق من مقر معلوم من انتفاء، معناتها لانه تعرف هو الايقاف التحفظي يكون في صور ثلاثة، معناتها اذا كان يخشى من المتهم انه يرتكب جريمة جديدة هذا غير متوفر، اذا كان يخشى عليه معناتها وهذا غير متوفر، والا اذا كانوا نخافوا لا هو يقوم باتلاف ادله الادانه وهذا غير متوفر، يعني صور الايقاف التحفظي ما كانتش متوفره في جانب رميكي. المحكمه احسنت تطبيق القانون، استجابت لطلب القائم بالحق الشخصي اللي هو حقه معناتها القانوني في انه يطلب التاخير لطلب للقيام بالدعوه المدنيه، وفي نفس الوقت رات انه الطلب نتاع فريق الدفاع وجيه فاستجابت واخرت القضيه لشهر نوفمبر مع الافراج على المتهم على الرميكي من سجن ايقافه. هذا هو معناها ما تمش معناتها الحكم براءة ولا حاجه، لا 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 ولا اصدار حكم بالافراج عليه، معناها فقط تم اطلاق سراحه مؤقتا. هو افراج مؤقت يتسمى في القانون افراج مؤقت الى حين البت في اصل الملف، لكن نعرف مليح احنا بحكم التجربه والواحد الافراج معناتها هو يبين معناتها وجهه نظر المحكمه في انه معناتها الركن المشدد والادانه المشدده اللي حكاوا عليها من الاول وخاصه معناتها العون بات واضحا من الملف انه الملف حمي لا اكثر مما يحتمل، وانه احنا كي تمسكنا من النهار الاولاني انه هو خلاف صار بين زوز مواطنين توانسه كان فيه فعل وردة فعل، هذايا معناتها عديد الوقائع في الملف اثبتت وبينت، وذاك علاش المحكمه رات انه ما ثماش علاش باش هالطفل هذايا هاللاعب الدولي هذايا اللي استناه مستقبل كبير ما ثماش علاش باش يواصل البقاء داخل اسوار السجن، فافرجت عليه ونشكرها على هذا، نشكرها على حسن تطبيقها للقانون. القضيه وقتاش؟ في نوفمبر قلت لي، في نوفمبر، في شهر نوفمبر اواخر شهر نوفمبر، ثم تاخرت باش يجيب هو الطلبات المدنيه نتاعو باش نترافعوا نحن كفريق دفاع في الاصل، وربي يجيبنا في الصواب، عنا من الثقه ومن اليقين بانه نحن معناتها وجهه النظر نتاعنا باش نبينوها وباش نثبتوها، معناتها كنا في موقف ضعف عند انطلاق القضيه هذه، ما عناش لكاميرا، ما عنا حد شيء، ما عناش شهود، زملاء اللاعبين الشهاده نتاعهم كانت مقدوح فيها لانهم زملاء، فمع تقدم الابحاث وتطور الاحداث بدات الروايه الحقيقيه تظهر، واللي في 90% باش ما نقولش اكثر كانت صادقه فيما رواه مناوبنا وفيما تمسكنا به نحن.
معناها فزير اللي اخترب بصفة نهائية على اللاعب، معناها صعيب انه يتم اصدار في حقه بطاقة ايداع اخرى سجل مرة اخرى. لا آه. لا اكاد اقول انه الامر معناتها من سابع المستحيلات. المحكمة كان شافت فيه المجرم الخطير، كان شافت فيه الشخص الذي ارتكب الجريمة التي روج لها معناتها بعض الاطراف، روجت لها بعض الاطراف عند انطلاق الابحاث. كان جات المحكمة رأت انه معناتها تتوفر فيه الصفات هذه، ما كانتش تفرج عليه المحكمه، ما فرجتش عليه حشمت منه راه. المحكمه افرجت عليه لانه رات انه الملف لا يستحق الايداع. دونك اعتقد جازما انه اسامه الرميكي ربي يوفقه ينجم يعاود يمارس حياته المهنيه، مستقبله قدامه. حادثه صارت له، احنا من نهار الاولاني ما قلناش انه بريء بنسبه 100%، اخطا لكن نسبنا الخطا نتاعو. كانت ردة فعل، العنف ما كانش مقصود لأنه كان وقع الامساك به من طرف عدة أنفار، فكان محاولة نتاع التملص نتاعه، وصارت عملية الضربة اللي صارت تحت العين وتصير هذايا. تمسكنا برشا وقائع أكدت الكلام هذايا، وذاك علاش نعاود لك مرة أخرى، المحكمة اقتنعت بأنه الملف حمل أكثر مما يحتمل وأفرجت عليه، ومرة أخرى هذا يحسب لها. سينو في اعتقادك علاش مازال متمسك عون الامن معناها بهذا الكل، متمسك بالشيخ وحقه معناها؟ والله معناتها انا بتجربتي كمحامي ناكد لك، انا جويليا هذايا اللي نحن فيها عملت 30 سنه محاماه، ونبت في عشرات المئات بل الالاف من قضايا جناحيه. اكاد اقول انه من القضايا القليله جدا 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 اللي نشوف فيها معناتها انسان في عمى في جنحة كيف هكا الاعتداء بالعنف يتمسك بهالشكل هذايا، معناتها أمر عجيب وغريب، معناتها نقطة استفهام كبيرة. خاصة أنه قلنا من الأول أنه في النهار الأولاني كان عبر على استعداده للصلح، وقلنا له راهو على عيننا وراسنا، وطلبنا منه سماح الناس كل، وحطيناه في فوق راسنا كيما نقول. فجأة انقلبت المواقف وأبدى إصرار عجيب وغريب على التتبع. هذا حقه قانونا، معناتها من حقه. تبقينا معناتها من الناحيه المنطقيه والاخلاقيه، معناتها هالاصرار على التنكيل بملاعبي معناتها صغير لخطا ما يستاهلش هذا الكل، خلانا الحقيقه معناتها مستغربين ومتعجبين. حقه، لكن احنا سنواجه هذا الحق، حقه في التتبع، سنواجهه بحق اخر في الدفاع، ومتاكدين انه القضاء سينصف الطرف اللي عنده الحق. واحنا مره اخرى نقولها لك اسلام، نحن لم ندعي البراءة بنسبة 100%، لكن تمسكنا برواية معينة للأحداث. الملف بدا يتأكد منها الرواية هذه، واللي هي ستخفف العبء كثيرا 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 على أسامة الرميكي. في أقصى الحالات معناها تنجم تكون خطية مالية، وإلا حتى ما يتمش حتى خطية مالية. هو راهو القانون يسمح للمحكمة باش تصدر أي حكم تراه مناسب، معناتها حكم مؤجل، السجن المؤجل او خطيه او او او. احنا اللي متاكدين منه باذن الله سميع العليم انه اسامه الرميكي لن يعود الى السجن باذن الله، وهذا الاهم اكيد. وهذا الأهم. استاذ عنده علاقه بالافراج عليه برشا، ربطوه بافراج على صالح الماجري والضغط اللي صار، ما عنده حتى علاقه. خاطر بالصدفه جاوا مع بعضهم زوز الافراج تقريبا بيناتهم نهارين، وصارت حتى حمله نتاع ضغط على وسائل التواصل الاجتماعي اكيد تبعتها. ما عنده حتى علاقه، لانه اولا نقول لك انه قضيه تعيين قضيه اسامه الرميكي صار معناتها تاريخ الجلسه اللي هو البارح صار قبل حتى ما تصير الحادثه نتاع صالح الماجري، يعني انه كنا في بالنا بجلسه اليوم الخميس من اسبوع كامل، دونك قبل ما تصير المشكله نتاع صالح. صالح تحال على محكمة الناحية معناتها، والحال انه اسامة تحال على قاضي التحقيق. محكمة الناحية عادة تجلس ديما معناتها في اليوم الموالي للقرار بتاع الايداع، من غدوة معناتها صار له اسقاط وتحكم بالسجن المؤجل. ما عندوش حتى علاقة، لانه حتى وصف الفعل معناتها اسامة عنده اعتداء بالعنف، صالح الماجري عنده هضم جانب موظف بالقول، يعني انه حتى الجريمة ما هيش هي نفسها، برشا اختلاف. لكن ربطتهم ببعضهم، بون نقولوا نحن ربط محمود، والحمد لله انهم زوز ملاعبيه معناتها قدر الله وما شاء فعل، وان شاء الله ذاك حد الباس للزوز وكهو. واضح، هذيك صح. شكرا لك استاذ على كل التفاصيل اللي مديتنا بها، والحمد لله على خلاص واحد اللاعب نادي الافريقي اسامه الرميكي. كان خرج البارح تقريبا في ساعه
متأخرة من اللي وشوف ما حتى في فيديو موجود على الصفحة الرسمية للنادي الإفريقي يوثق حتى حالة التأثر اللي كان فيها. الحق الحمد لله عليه انه روح لعائلته لاباس، لاعب شاب حتى كان غلط ما ينجمش يكون العقاب بالطريقة اللي شفناها. مزيكا الأخبار وبعد ما كاملين في بلاي حتى.